الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد. النهي عن قراءة القرآن في السجود في بسل الريبة أيوه أما للنهي يولديدي عن قراءة القرآن قرآن كإن لأخري للنهي يولديدي في السجود السجود قولي هذا لقو أخري في منهج أونلاين أيو الشيخ هل كان كقه الله. وكان صلى الله عليه وسلم وهو أهانشر النبي صلى الله عليه وسلم ينهى مذن نهي الرابة عن قراءة القرآن قرآن كإن لأخريه مذن رابة أيوها في الركوع الركوع ده قد هذا لقو أخريه والسجود السجود ده قد هذا لقو أخريه ويأمر بأمر الشري بالاجتهاد والإكثار من الدعاء في هذا الركن بالاجتهاد الدذالك لقو الدذال أيوه والإكثار بطس شضا لبطسنا أيوه من الدعاء دعاء لبطسنا أيوه في هذا الركن الركن قم قده إساء إن دعاء أيوه لفر بطسده لقونا الدذاله أيوه النبي صلى الله عليه وسلم أمر شري ركن قنا وحلوش إذا سجوده كما مضى في الركوع سيدا قصة هر مرتيب الركوع ذا أي مركة أرنكو أهاضي والنبي صلى الله عليه وسلم أحاديث وكنا هي أحاديث أنا وحين قصة رغنا يبابك الركوع ذا وكنا هي إن قرآن كالقوا أخرية الركوع ذي سجودة أحاديث أسنا وحاديث صحيحة ساساود إن قرآن لقوا أخرية ما هي أذكار الصعر وري وإن لأخرية سجود يا الركوع ذا دعاء اللفتي هذا إلا بتصدى حديث ما قصار أرضي حديث كم إذا حديث تاسان الشيخ سار أرنية وكان يقول وحوها النبي صلى الله عليه وسلم يقول مدي له هذا أيوها أقرب ما كي وحو قد وان شبضا يكون العبد أدونك وكسقنا هذا من ربه حق ربك وحو قد وان شبضا يهي وهو ساجد أي حاصلنا مكاين ويهان إساء وهو ساجد والحال هو إساء ساجد وسجود سيهي فأكثر الدعاء فيه فربضي دعاء سجود قده دل الدعاء السنة فربضي أقرب ومبتدى خبر كيسنا وواجب الحذف وقبل حال لا يكون خبر عن الذي خبره قد أضمر كضربي العبد مسيئا وأتم تبيني الحق منوطا بالحكم مركا وحي كمتا حالات كأي واجب كأهيد حذف كخبر كلا حذف أي واجب كأهيد أي كمت أدي مبتدوه ومصدر يهي أما اسم تفضيل يهي حالنا وكذا ودعوه حال كاسو إساقو خبر آن نقون كري لهين هدي للرفعين لها حال كعين كاسو كلا وحو النقضاء خبر كواجب الحدث مركا هدنا حال كوا كذا ودعي وهو الساجدوي كضربي العبد مسيئا كضربي العبد ضربي العبد مسيئا لما أرنك للهين معنون الصحمة النقضين لكن وحلوش إذا حال مسيئي هاي يعني وحو حصيلا يا أيو أهانا يا مدعيا قراعاسي حال كونه مسيئا لكن هل كحالك يا مفردة هل كان حال كون بجملة أو وهو الساجد وهو الحال المهم وحو حديث الشيخ أدونك ربي وحو أغدوية هاي مركو السجود سيه مركو السجود وحقصه أن تذلل غاية التذلل اسدلين كما الدنبيست يدقصه ساسا أودد حالة سوى فضل بضنته مركو حالة ربي أغدوية هاي مره ديته هاي وإن مركو دعاء لفربضية دعاء وإن لفربضية سلا إنه شجنا حديث كأوحاء عرابة ابن الملك شيخ الله يلاده أو مركا تعبير ك سلا سايو مركا أوحاء عرابة إنه شجنا إنه خبر فيها واجب الحذف مسألة نايتاته مركا الدعاء إن لا فرب بديه ولا ين أمره سلا سأود دعوات كأخد دعاء السنة أيه حرد عين كاسة ومد مشروعة بعض أهل العلم نوحي تلمامين دعوين كأكد دعي السنة إلى النقضان غير مأثورة إن إساسي تايسد أفضل كيف يعني
إطالة السجود ديرين تسجود دل ديريو أيو شيخ ألكنك قهى الله يامكو بحثنا. وكان وحوها صلى الله عليه وسلم النبي يجعل متكي لسجوده سجود ديسا قريبا من الركوع متكده الركوع متكي لبوها في الطول حق دارك أي دارتهي متكي لمد ركوع لكده أيها. وربما بالغ وقتها قال واحد عشرتين وكحل لأراضة في الإطالة دارين تينو كحل لأراضة أي وقتها قال عشرتين لأمر عارض الرسود الرياي درادد إنه السجود أقول لأراضة أي عشرتين. كما قال بعض الصحابة سيدي الهدين با صحابة قاركود وقتها قال إنه كل أراضه سجود دا يا دعي جرتي بعض قانا وحوش هذا شداد ابن الهادي بألوش هذا صحابي قال له صحابي قال سيوحو لخرج علينا وحن نقصه بحي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كإلهي في إحدى صلاتي العشي وحن نقصه بحي في إحدى صلاتي العشي اللي بدأ صلاة ذي قلن كدن بلة توكدو متكمدا أي نقص وبحي الظهر أو العصر صلاة الظهر أما صلاة العصر لماذا متكمدا نقص وبحي الرواية كالوصيف السريس. وهو حامل حسنا أو حسينا وهو نقص وبحي وهو أي والحال هو النبي صلى الله عليه وسلم حامل أسد حسنا إنك إن أنت سودا شيء حسن أو حسين أنا حسين أسده فاطمة يا دشوا علم علي بن أبي طالب مركل لبذا مذهب بسدي يعني وشكي أو ذو محسن بوها مس حسين. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وهرمر النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه حرقي عند قدمه اليمنى أدن كيسا مليك أكتيسو لغا. ثم كبر دبنوا تكبير طيو صلاة ديبو حدي فصلى واتكذي يعني صلاة ديبو استمرارو سيوة تيبا اللوتشيدان فسجد واسجودي بين ظهراري صلاته صلاة دي سلح ديدا وحو السجودي سجدة سجود سجود سأطالها أوليريي النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحيري شداد صحابي قال لي لهذا فرفعت رأسي وحنسر أقاضي مضحيقا من بين الناس تذكر نحدو ذا يعني مضحسر أقاضي وانتوصي فإذا السبي وبيدي أمرك السبب المهيرة على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي دبر كيسة وساريها يكسبيها وهو ساجد وحلمها سيمركا النبي صلى الله عليه وسلم دبر كيسة وساريها وهو والحال هو النبي صلى الله عليه وسلم ساجد وسجود سيه. فرجعت وان نقضي الى سجود دي بان كن نقضي. فلما قضى مركو قتي ولما يسترتي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي الصلاة صلاة دي قال الناس دتك وحي الهدين يا رسول الله رسولك إلهي إنك سجدت بين ظهراني صلاتك أذيب وات سجودي صلاة داد الدحديد هذه صلاة نوتنأ سجدة سجود بسجودي سجودة سأطلتها أضل ريسي حتى ظننا وحد ليريس إلى أن أمريني أنه قد حدث إنه سود الرياء أن أمريني أمر أرن سود الرياء أن أمريني أو أنه يوحى أما أن أمريني إن لقو وحيونا أيو إليك إن أديك لقو وحيونا أيو أن أمريني. قال وحر النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن أمورها دمانتود ميدعين ولكن ابني ها
هاي الشيء إن كي جا ارتحلني إررتي بوري بمعنى الراحلة يقدك تيو يعني مركز دبر كي جا كرة اللوشيدة ترك لو صار لجمات الماما يه وحلوشيدة دابد يالراحلة لكرة وكلو يقدك تيو فكرهت وحن كرهي يستي أن أعجله إن أندد شيء أي أن كرهي يستي أعجله أما أعجله وبمعنى من الإعجال أو من التعجيل حتى يقضي إلى وكجدنا أيه إن أندد شيء أن كرهي يستي حاجة ودنتي سو كجدنا أيه عجز كان واحد صوري نسائي إمام أحمد يا حاكم يا صوري حاكم نوا صحيحي مركا حديث كان وحلقا قادنا يا سيد النبي صلى الله عليه وسلم أبطك أقول لمرسنا صلاة دي إنو مركا كرو مركا سجود المها يلي كرك إنو أقبحو نبي صلى الله عليه وسلم إنو إسكر دائيو إنو وحكو لفتائيو إنو مركا يسايوحان يعني هدو إنو ماغائيو كل ذلك مصمين بلا وحوية إلا إنتو كدقيو بابو يسايا سجود سناني تاسنا وحي كنت سنيسا سيدو النبي صلى الله عليه وسلم قول لي برسنا أي كنت سنيس وحكالو حديث كاللقاء قادنا يا حركات كأن بدنين سلاة قده دين لولي ما دينين وحبيلين ولبو حكاك سيعة حديثك لا صار ورطي إن أوبتك قاركو النبي صلى الله عليه وسلم يعني مرنا قادا يمرنا ديقي استدلال كمسألة لقدر يشان يا حديثها كلا كقصي مناسب صن وحنو شيخ الدليل شذي أرن عارض إن سجود اللورد يرين كره صحابة مركي إلى هذين حتى ظننا أنه قد حدث أمر أرن كوه حيوشي ذان أما جيري أما حنون يوحلا بذي وشي ذان سي مركا قرما قاركود باي كوفة سرنا كشرحين ساسي هذا أبي وشي ذان وحكالو حديث كلا قادنا إياه وبد كيرير عن صلاة الجرتي تكنيين أن جاري نمسد كأين السوق جلان أما السوق اللي إنه ممنوع هيل أشرى حديث يعني باطلة عن سجنين أورنايا جنبوا مساجدكم سبيانكم ومجانينكم وحكفوا بيس المساجد ديننا وبد كينا عرورتينا يرير يكو والوالن كفبي marka arurtii waxay u qaybsan marna salaadii bay gaareen oo salaadii tamiis bay leeyeen oo tukanayaan oo waqtigii salaadii la amrayay joogan sadaba jir iyo wixii ka badan marna siniga iyo daada ma gaarin markan kala da salaada sida loo amrayaa masjidka inay tagaan oo ku tukadaan loo amrayaa laakiin xaaladda inay waqtigaa gaarin lafteeda in la soo galin karo masjidka أي مركا حديث كان يا حديث كلا ولا قادنا يا وفي حديثنا آخر وحكصنا حديث كلا كان صلى الله عليه وسلم وحوها النبي صلى الله عليه وسلم يسلم كان يا أيها فإذا سجد مركو سجود وصب الحسن والحسين حسن يا حسين وحي كبودان على ظهره دبر كيس كبودان ودلضي وبحان فإذا منعوهما مركا صحابته كم من عيان وديدان أشار إليهم وحوت المام الشريان دعوهما إسكدايا صحابتي مركا أرنكا وديدان ويلهذا كدق أدونان مركا إنا يكدق شيان وحوت المام الشريان إسكدايا فلما قضى الصلاة مركو النبي صلى الله عليه وسلم لما يستي الصلاة دي وضعهما لبدو ذبوحو لقى حسن يحسن في حجره نبتي سايو صارك وقال وحيري من أحبني فليحب هذين كي اتشعل هذا فليحب هتشعل هذا هذين لوضن هتشعل هذا حديث كان وحد سوري ابن خزيمة يا سوري إسناد حسن عن ابن مسعود سند حسن وكذا سوري عبد الله بن مسعود والبيهقي مرسلا بيهقي نوح السوري يسوي مرسلا عاصم ابن بهدلة أما عاصم ابن أبي النجود أي سنة ككتشرة حديث كي سنة ولا تحسينية وإمام في القراءة لكن حق حديث كحفظ قيسة وحقصه يعني حوقها خفة قصه يعني حفظ قيسة
حوغه وا مركي سمركا فضيد با كوتشره ساسود حق حديث كمركا لا ايغو وحسن الحديث بي علماء يلهدين مركا مرسل لمن هو لو سووري او حديث كي مركا مرسل ومسند بو لبدا ميد ولبا كساروره علماء قار كودنا مرسل كاس اي كعلينيان يعني مركا مسند كاي كعلينيان المهم حديث كان هذا اصلح وحلقه قادنا اياه تلمانت اللي فهم ايه صلاة قده هذا الا تلمامه ان الصلاة دي وحبيلي وترجم له ابن خزيمة بقوله باب ذكر الدليل على ان الاشارة في الصلاة بما يفهم عن المشير لا تقطع الصلاة ولا تفسدها باب حوق طي او يركن و دليل كي شيغست لا شيغ ايو باب يحي كتوسين ايي ان تلمانت صلاه غديهدا واخ لاغو تلماما او واخ لاغا فهما ايو كان تلماما يا او تلماما صلاه دي ان اني جرينا واخ با غويني اين فسادين انو خربين ما صلاه دي واخ ييلي سين جير ساسو ابن خزيمه رحمه الله وبابا يسف شيخ الألباني وحلي قلت وهذا من الفقه الذي حرمه أهل الرأي كان يوحو كم ديهي فقه لقى قديي أهل الرأي لقى قديي وأين مركا قرانين أما أين كهنونين أهل الرأي وحلوش حنفية حنفية وحي قبان من أشار في الصلاة إشارة تفهمه روح مركا يسال الصلاة قولي هذا كنت الماما تلمان مركا لا فهم أيه صلاة سوى برتبيري أين ودري شنو يعني حديث ضعيفة حديث ضعيفة ودري شنو حديث كانوا كل يوم حديث كانوا وقصة روتة تلمان الصلاة قولي هذا وحلا تلماما ساسا ودد يعني سيدا صحيح وحي تاي تلمان الصلاة قولي هذا وحلا تلماما أو تلمان أنا لا فهم أيه إن الصلاة دي وحبية لأن الصلاة صحيحة فضل السجود السجود فضل قيده هل كان الشيخ كقاه الله يا مكو بحسنا وكان وحوها النبي صلى الله عليه وسلم يقول مدوي لهذا أيها ما من أمتي من أحد إلا وأنا أعرفه يوم القيامة ما من أمتي أمضى إذا كمام إذاها من أحد عدنب كمام إذاها إلا وأنا أعرفه إن أنا نقول قرنا يمويا يعني أحد كالصوء مضى إذا كمدا أنا أقول قرن أيابا النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ما لنت قيامة أو مضاها كالوا كأخون صنيا وكقرن أيام قالوا وحي لهم وكيف تعرفهم يا رسول الله وحي كل أهل ينسل أبو قرن أيسا رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم في كثرة الخلائق يعني خلقية بضني ومضاها بضني كل احتران سيدات تالة شركية ذو قرنيس يقول خلق فربضان يا خلائق فربضان وأولين تي آخرين تي ولا ليسوسوا حشريين ويوحا كل حسوغيين سيدات قوة قرنيس الروح قصوا مضى ذا كم ذا قال وحول أرأيت لو دخلت سيرة فيها خير دهم بهم وفيها فرس أغر محجل وحد كور أنت لو دخلت هداد قلي لهي سيرة فيها خير حرة هداد قلي حرة فردود هداد قلي لهي سيرة وحلوش إذا حرة فردود بلوش إذا ما تنقى واحد قرن صبرة أي قرن شيخنا واقي هوري ساسو قري وحانو كفصري وفصر بالضم الكومة يعني ترك الراشين كأبا مكان اللي لهذا صبرة تفسير كاسنا نوعا ما سياق حديث كان مناسب ما الشيخ لكن مركز ما كان نغضيه سيرو كدقا وحانو لو حانا قبل الشيء يعني وحوي فضيلة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد برسالة ويصال دريق قبل الشيء أبو يليه وحكوسة حنطهي سيرة على كل حال الصبر هذا الشيخ مركز ورق رينا وحكو الراعيي أصوش حديث كسوري سي أصل كآه قار كود بي صبرة كتالا ومسندك إمام أحمد كمديه صبرة أي مسندك إمام أحمد كتالا أصوش كالسوري سي قار كود نساوى قريان بلين لكن النهاية في غريب الحديث
أي حديث كان أنتم سأروا ريال سيرة بوقري صاد هصلقا يأكدن بيسا سداس أي قري لسان العرب كويسقنا نهاية كان نقليانا استقنا وحوية أنت بوقري وحل إلى هذا نهاية غالب كيدو لسان العرب كيكو جرتان ساساوي الروح لسان العرب هيستا ومباهنا النهاية في غريب الحديث وهي خلاصة وحو الشيغي أردن كون نقليي إساقان بيدات أونس باين دبادنا مركا وحو كوقري لسان العرب مركا بابكا مركا لشيغي اللي ما سدر وحوال لغا مردقو وهي ونقلي نهاية دو سيادية لكن وحيالها الزيادة كلية هاي عن نهاية دو كوقرين تاسم سادير كانوا كان نقلنا مركا النهاية دي فرع يسبا حديث كان واسوق هذا يودنا وحي قرين أرأيت لو دخلت سيرة فيها خير دهم بهم وحين إلى أن سيرضوا وحرف الدودوي مسند كإمام أحمد وحي ضبطنا يان صبرة بأربا يساد قدن أكوري شيخ السندي اللي إلى ذو حي شعب أرناوضي أصحابتي سايكسوا النقليين مسند كمركة تحقيقين سندين وكفة سرى صبرة اللوجة ناحية من أي تلمامين صبرة مسادرت مخطوط كاي راجعين متسك لقرية مركة ما يتلمامين بل كتبتك لي حديثك أي تلمام يا الحديث كإنه سووري ما يشيقين متسيرة قرية إنه كتشرو مع تحيات شرح انا وحي قدر الى الصبرة انا يتهاي الصبرة انا وحي قفل سنة يقول سندي كسر نقل انا ايا انا يتهاي الصبرة دو ناحية دا اي توركي راشن كايدة دا ان لوغة شدي مكا الحوكا باربارينا ناحية دا وحان هلاي صبر اما صبر مركا لا يلاهدو تا اينا لصعو ناحية ان لا يلاهدو لكن يضو تا اي لصعو تا او صبرة ايتهاي ناحية وحي قفل سريا يعني مركا مهل او لسانك ايه قاموسك ايه مسادرتا انا ايه مركا يساكو مارك وعن سكوارك صبرة معناك لو تورك الراشين كان هين لو يستعماله او صبرة وحك لو اللي يلاده بيلادين ماشا بقحانتا بذن الحجارة الغليظة اما بقحانتا مركا يسا مركا اتادق ايه صبرة اللي يلاده على كل حال سيرضا الشيخ النغضي مصدر حديثي وصوشة مركي سقى حديث كالسوري سيبا قرية شيخنا مصر النقل إن لو صر النقلين إنه مشي وحنا معتمدا كتبت حديثي وصوشة حديث كالسوري سيبا أصلا كتاب لغة أبا لغة صحية وصوشة حديث كالسوري سيبا أصل كاهيدنا قلط بي مركي سقى مركا قرطي تنوعا سوى حكسوغا النظر النظر أي مركا كسوغا حديث كان واحد من مركز الطبراني والسوري ومسند الشاميين بكسوري المعرفة والتاريخنا والسوري مركز حديث كان مسند كيما محمدنا والسوري لكن لابد ما سدرك لما أرق لكن مسند كيما محمد قرية صبر قرية وحنا باحثين تقاركوضا يتلمامين سيدة وذاتك الرياشي اللي يلادو صفة الصلاة كأحاديث تيسا يعني مركة أروريي تخريج كيرك وبنك السمائي المسلط كإمام أحمدي مسادر كلب أيوقت الله صبرة أرأيت واحد كورا أنت لو دخلت هداد قيل لها صبرة يعني مال بقى حيبضن هداد قيل لها أما مال بقى حله وفيها أي كسوك أنت هاي الصبرة أما بقى حنتها خيل فرد عيكسو جيهن فردها سدهم من مدمدو سيرتنا وحوي وحر فردو دوي حردنا وحدي عكرتا سيري مسادس تقاركود بايكوفا سيريان اما مركيسا مركا اوض لغو اوض اما مركيسا دقحان لغو اوض يورنيا وحرية دقحاني دوا شراين نقب عادها والا استعمالا وحيالا ميلا قاركود ان حرية لغا سمايو دقحان لغا سمايو ميلا بوره وكد لو دخلت صبرة نداد قال لي هيد مال لك حله
ودغحن واوين له فيها اي كسغنت اي صبرده اما مشى دغحنت واوين خيل فرد اي كسغين فردها سدهم مدمدو فردها سبهم يعني مدو صافي هي او ميدب كلا انو ترحين وفيها فرس وكسغن هي فرس فرس كاسو اغر وجه دارن ووجهي سعديا او محجل يعني مركا قوبة بعد عد وادي مدي سنو مركا وحويان اي عد عديهين اما كنت ميانا ذاهين تعرفه منها متكقرنا اي فرس كافردها كلمتكقرنا يا ميانا ذاهين فرديه كلوه وذا مدو فرس كاسنا وشقي يقوبك بوعد عديه قال وحويلي بلى ها وانك قرن الله أما كنت لما أرنيه وغلط ويو ما النافيو همزة الاستفهام لقى شيء مركا أما كنت وي متكقرنا يمته دنيا تعرفه منها قال وحولي بلا وانك قرني قال وحولي فإن أمتي يومئذ غر من السجود وحو النبي قوله صلى الله عليه وسلم أمضى يدو يومئذ مارنتاس غر وغار وشي عد عدو ينبوي من السجود سجود الدرادات بيلو وشي عديهن محجلون وغار قوب بعد عدو من الوضوء ويسد درادات أي مركا قوب بكوذا إي طرف يدوذن اللو عدي عزيز كان واحد سوري مسند كإمام أحمد إمام أحمد مسند كسوري طبران لفت السنة مسند الشاميين مكسوري وأنا صحيح مسألة وحديثك الشيخ أنا صحابة بضن وكلوا لقى سوري نواتشران وحديثك مركا أصل كيس أمام عنه سوك لمركا الشيكتي والنبي صلى الله عليه وسلم كسوري ويقول وحورنشر النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار مركو الدون إلهي رحمة من كن حريسي سأو الدون أراد أو الدون ومن أهل النار أهل النار فكم إذا أمر الله الملائكة وحو أمر إلهي الملائكة أن يخرجوا إن السوسارا من يعبد الله مذ إلهي عابد أي إن السوسارا فيخرجونهم والسوساريا ويعرفونهم وحيكو قرنيا بآثار السجود فهادتك السجود يكو قرنيا وحرم الله وكحر أنت النبي إلهي على النار نار توحو كحر أنت النبي أن تأكل أثر السجود إن يعنتر راتك السجود ده. فيخرجون من النار وحيكبح يا النار فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود ابن آدم كدمانتي تأكله وحعنيسا النار نار باعنيسا إلا أثر السجود راتك السجود موياني انت كلا نار توع عنيس عديث كان واحد سوري بخاري مسلم يا سوري احانو تلماما يا دادك اهل الكبائر كامركا النار تقلان ان النار تقوارين اللي قصوا صاري وحي كلاو حديث تلماما يا اما لقا قادنا يا اثارتي سجود ان ان عنين نار تو ان عنين بعض أهل العلم وحي إلى هذا أثر السجود وحلوش هذا يعني وشي كسجودين بعض أهل العلم نوع ممان وحي إلى هذا وحلقت المامية حبناها تضبط اللي كسجود لما أنت تضبط وشي هذا سلاسية ضابع علماء غار كودنا مركا إلى هذا مركا معناها مركا عامية لا مركا علماء غار كود بضيين وآه مركا وحوي أثرت السجود ده إنه يسوق ليسو يعني مركا وجهك يا غير كيبه انه سوق لك مركا وجهيده انه عضان ايان وسجود الدراد لا عضان ايان با حديثك الشيخ يا حديثك وراي انه قصه مرأي حديثك لو تلمام يا ويسده لا عضان ايان نواجران مركا وحا اللي يري حق وجهك الله وشا يقول الله بضو عضان تصاب ايا ايا مركا يعني مركا قصه مدنوا ويسده مدنوا سجوده اما اطراف تقدمه يا قعمها يقى ويسده لا عضان ايان مركا فضلك وحكا قادنا يا عدانتا وشيد الله عدانا يا سجود الدرادد يا إنا أثرت السجود
أيني نار تعنين. السجود على الأرض والحصير. سجود أرلاذ لو السجود أيه والحصير يصلي كسجود لو السجود أيه. در ماذا أما صلي لو السجود أيه. وكان وحرها النبي صلى الله عليه وسلم يسجد على الأرض كثيرا. يسجد مثل سجود أيها على الأرض أرلاذ كركيد مثل سجود أيها كثيرا انفربضا. وهي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مقوق لنين فوقنا مقول عيد أيها لقوتو كنشري ساساودي سفر بضنبا النبي صلى الله عليه وسلم عيد لقوتو كذي ونا سجودي. وكان أصحابه يصلون معه في شدة الحر وحي أهايين صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم يصلون معه قارلته كذا النبي صلى الله عليه وسلم لتركيسة في شدة الحر كل كدرانشيسة قديسة أي مركة لا تكنشر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يستطع مركو كري كري وأي أحدهم يتكود أن يمكن إنه مركة كسق أصاره جبهته يعني مركة سجود ديسة مكود كيسة صريع صوب أحسن بمعنى وحوية وشيكيسة انت صريع إنه كسق هدو كري كري وأي من الأرض أرلاذ مركة إساقه وكسوقه أرلاذي أصاره كل كأرلاذ كل شهيد درادي أي رهران كتاي بساطة وحفظين شري ثوبه مرديسا فسجد عليه وكس جودي شري. حديث كان وحا سوريي مسلم إيا غيره أي سوريي من كوا حديث صحيح وي بل بخارينا وسوري شيخ مسلم هو نسبي لكن بخاري هو كسوري حديث بخاري مسلم هو سوري مركا مرضان سجود دغنا يا ما مر دولكا ودغيو يعني وسيده هو سجود يا مسوا مر اسيتو مركا اسا مر با ودعل كده دغنا يو قال يا شافعي وحي الهدان شيغا الروح كسجود يا هدو يحي شي دغدغاقي سلا دغدغاقي ويتحرك بحركتي سجودي سما صحيح وإن تهي وحان حركتي سي دغدغاقي سلا دغدغاقي وين نغطا هذا إساق الله دغدغاقي سمركو كعي مركو فريستو وحوهي سجودا سي ما سقناني سبيل ما صحيصو حديث كان بألغو ساروري تبدن وحي لهم وحلو حن باريا إن مر الله دغدغاقي حركتي سيناني أهيل ساسا لغو حن باريا بيلا لكن حديث كان روايات كي سقار كود بحكو سارطي طرف ثوبه وحفظين شري مردي سدع الكيدة أمر كاسو ديدن كو سجودي شري دي مرى الروح اوسي تدع الكيدة مركو لغانا ايو وحلقرنا يا مركو استاغو انني هلكي كو سجناني إلا هدي هلكي كو سجناتو مردنا مركا اوسي تو حابي نغانا ايسا يدونا اسبال كيبين نغانا ايسا مكت اوسيك لا يممنوع نغانا ايسا مركا رواية البخاري وحي شيغيسا طرف كثوب كيسو في التنشري او كسجود شرا ساساودي مذاهب تورونا يسا شيغا الروح كسجود ايو ادو مركا ايا هاي شي حركة ديسا اساق الله دغدغاق ايا سجود كمبو ريسو مذهبها السلاة كتغي ايا قول كود السحن ايا هاي وصوابي هاي وكسحن قول كمركا أرانا يعني ما أصح إذا سجود داس ولا ويكسي مبالغو دان قول هذا مركا شافعي يده ووحي إله دان هذا الروح مال دوبا من رئيس أخو سجوده ومركو سجوده دوبا ديوك لوجهك أيك قبصته وحي كرد قانتاي وحو كس سجوده دغدغاقي سيلا دغدغاقين هذا حدنا كلا نغضو وحي نغونا إسا إنو شايقو ستاي هلكم كو ugu dhagsanaa ee dhoobada ahaa inuu hadana mar labaad ku sujuuday sujuudaas ma saxaysay bay leeyahay sujuudaas ma saxaysay hadiska soo socdana waxa inoo iman doona in nabigu sallallahu alayhi wasallam dhoobo ku sujuuday oo wajiga iyo sankaba uu dhoobadii saaray taas iyada waxa soo ta kale masalada markoo asalka ka dhigteen waxay u baahantay dalil dalil bay u baahantay دليل مسألة أود دليل إني مشروع حبناها لقى السجود أيانا
دوتشكو كلية معها وحل اسكوها فقصية هاي يعني حبناها لقى سجودة ايو اي كلي وتشكا انا هاين ان وحوية شيء دغدغاقي سكو دغدغاقي ايا هدي ارلاذا اي كحيقان اننا السجود دي سي وحبي يلين سجود دي سي اننا وحبي يلين حبناها كلي ولا سلو قولي دي محاوتشي كساري دليل كفرقية يكدوي وإن لها لا ولا دليل. وكان يقول وحوها النبي صلى الله عليه وسلم مدير هذا يوها وجعلت الأرض وحلقية لي أرلضا كلها دمانتو وحلقية لي لي أنيق وحلقية لي ولأمتي أمد إذن وحلقية لي مسجدا ميل لقو السجود أيا لقية لي وطهورا يوح لقو طهارة قاتو أيا لقية لي أنا جيوم مضى ده بلقي إلى النبي صلى الله عليه وسلم طهوركم وحلق طهارقات مسجدنا وحلق شيء ذا موضع لقو السجود اللوشي فأينما أدركت ملك استيها ليشو رجلا نن أيكوها ليشو ننكسو من أمتي ومضى إذا كم إذا النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة صلاة أيكسوها ليشو فعنده أفتي سكس غيهاي مسجده مش كتو كان يكون سجود أي وعنده أكتس كسو كان يهي طهوره وحكطها رقاذني وحلوك يعيد كق قبيسنيا وكان وحو أهابه للنبي صلى الله عليه وسلم من قبلي عدي قهر الرئيسي وحيا هاي يعظمون ذلك غير تاويني أي هاي وشي عظيمه وينه بمعنى أن بنانين كتريه ميلان مسجد أهين إن لقلت كذو إنما كانوا يصلون وحكلما ما هي وحي أهينون قارت كذا في كنائسهم كنت كذا كنيسة دهودا قدهدا وبيعهم بيعودا وحلوه كذا موضعي ذا عبادة أقاريين أمبي كنت كنشرين وكل عبادة يسنشرين وكنيسة دهنا كريستان كأيا كنيسة مركا لها وماشا مسجدك وكلا أقرده أنا كريستانك أيكتو كذا أن كنيسة بالي لهذا ما شيء يهود كتو كتير مسجدك وكلا أقرده أن بيع لي لهذا بيع بنا لقو الشمعية حديث كان وح سوري إمام أحمد يبا يهضب السوري من ذري وحو يلي سنة كيسوا صحيح ابن كثير نوحو يلي سنة كيسوا جيد أو قوي سداسي ذا صحابة كلو لقى سوري حديث كان حديث لما عنا لقى سوريينا صحابة بضنوا كل لغة سورية نواجران أصل كحديث كنا وحقو سبا بخاري مسلم وهو حديث كخصائص النبي صلى الله عليه وسلم الشيقاي وهو النبي تلمامة صلى الله عليه وسلم إن شان أمورا ذا أمدي هرأن لسينين أما النبي ذكر لسينين لسيق شان تا أمورا ذا وحكم إذا مسألة ذاس وجعلت لي الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا مركا يعظمون ذلك وحلقت تلمامة وإن يقال الله بنين ويقبين شيئا بنانين إن يتهي تعظيم كمعنى اللغة كذا وصاص مسائل كلو تعظيم كاسكو صار ورئيس لحديث كاكو شرانا واشرا وغنيمة لي حلالي النبي صلى الله عليه وسلم كو يقول الرئيين ويوينين شرانا بمعنى إن حاران تهي بيعتقاد سنايين ويقال لك حاران تنمي معنى التعظيم كاللغة كذا وصاص أين لقى من عيه اللودي لي ويقبين تمدن بنانيت وكان ربما سجد في طير ومن والنبي أها صلى الله عليه وسلم ربما سجد مرمرك قار كود مثك سجود أها في طين وماء لو يبي مثك سجود أها وقد وقع له ذلك وانا أدعي أرنكاسين لو يبي كسجودي وحارنكاسين وحسلين لو يبي كسجودا في الصبح ليلة 21 هبانك كوبي الله تناد صبحي سي أي النبي صلى الله عليه وسلم أرهن كاسو حصل كوبي الله تنكا سو من رمضان كم دا حين أمطرت السماء مركي السماء دي للروبيو بمعنى الرب لغا كان بمعنى وحوي عرك الدعي أمطرت الدين ليلة دا وحين نغنى السماء علوم الله اللغبي لكن أمطرت سيدة بضن مغير صيغة الله كان سيدة بضن وصال سقف المسجدين
وصال و والضريره والسعود السقف المسجدي مسجد السقف كي سايا سعود وحلو جيدا سقف كي مسجد كايا بي الشبمي او بمعنى صوت ضروري وكان وفها سقف كمسجدك من جريد النخل يتمرد يد اللامهود ايو مركا كمدها فسجد صلى الله عليه وسلم وسجود النبي صلى الله عليه وسلم في الماء والطين ذي يردوبك سجود. قال أبو سعيد الخدري أبو سعيد وحيري فأبصرت وحي أركتي عيناي اللبضة إذا اندود رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي بأركت وعلى جبهتي وأنفي أثر الماء والطين وحي اندهي واركين رسولك إلهي والحال على جبهته يضعو أي جبهتي ساموتشي سأنت سرع يكسو قنطي وأنفيه يسنكي سأيكسو قنطي أثر الماء والطين بيها الرات كودي يردوبة الرات كودي يكسو قنطي طائن ده يقول أركين بويري حديث كان واحد سوري بخاري مسلم بسوري حديث كان على كل حال وحشيغ يا النبي صلى الله عليه وسلم إنه وحوي أرلدي الرئيسة وبيها يكتاك تاقنيهين إنه مركا النبي كل سجودة صلى الله عليه وسلم أنا وحنا إسكحكسين أنا وحنا إسكحكسين ظاهرنا وحا هذه النبي صلى الله عليه وسلم يسقوا إمامه وسلاس أها صحابة دي سنين إساس الله يقنا وحبا إسكحكسين يقنا إساكتو كذير ما نعرى النبي صلى الله عليه وسلم كواتشي سردوبة كلك تا هيسكتش لسجودة صاصح ميسين هذه أرهن كان نوع عصو كلا إذا قارو إيمان كرتو كيفية أن سجودك أصح إنك تماضو وبرروتين لها وعضين لها النبي صلى الله عليه وسلم وتأخير البيان عن وقت الحاجة في حق لا يجوز بالإجماع وكان يصلي وحوها النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متك ذوها على الخمرة وحكت كان يي يعني صلي أمدر ماذا مع تحياتي انت وجهك صار يعني كنت كان خمره وقدرك وجهك صار يعني مركز سجودك انت اصلا بخمر اللي يراها سيد الشيخ بالنهاية ده كسر نقلنا يوم او تعليقه زي كل شيء احيانا لما المركز قار كود والنبي صلى الله عليه وسلم انت كنت كنت كان يصلي على الخمره وقدر وجهك لا دغو اي مركز وخو دغان جيري او كنت كنت وجهك ساري جير بخاري مسلم بحديث كان سوري وعلى الحصير وحكوت كنجري يعني مركا الدرم أيو كتو كنجري تنكر وقدر يرى قعانه ووجه قول لديك كرو خمرضو حصير كنا دوا الدرم بلارن اما وصل بلارن ومركا يسال كتو كنجري أحيانا من مركا قار كودنا حصير كاسو كتو كنجري يعني الدرم اما صلي يعني بلارن حديث كان واحد سوري مسلم بصحيح سوري وصلى عليه مرة وقد اسود من طول ما لبس وصلى واتك ذي النبي صلى الله عليه وسلم عليه درمذا أما صلي أيكتك ذي مرة مربكتك ذي النبي صلى الله عليه وسلم وقد اسود والحال قد اسود أم دوبادي درمذا أي مدوباتي أما صلي أم دوبادي بكتك ذي النبي صلى الله عليه وسلم وحلما دوبادي من طول ما لبس انت اللي فريستي اللي شفصدي اللي استعمالي بدنا شاها اي بدنا اي دارايد اوديد بولا مدوباده اللي بيسوى حلو شيدا استعمالك اللي استعمالي انو بطي وفرده اللي فريستي اي سيحشدي اللي سيحاني اللي سوقا دي حرش الله حرده اي نايتاين حديث كان واحد سوري بخاري مسلم سوري شيخ هالك مسألو براروشين يا وحول وفي الحديث دليل على ان الجلوس على شيء ما حديث كان وحكسوغان دليل كتوسينا يا فديغا شاي لغو فريستا و خو دونا با هنقدي هو لبس له حرش الله حدغين ايتاي فيدل وحكتوسينا على تحريم الجلوس فديغا لغو فريستا اني حرام تاي على الحرير حريرتا ان لغو فريستا اني حرام تاي او رغا حرام كتاي لثبوت النهي فيبست للريبا يا اني سوغانتي دراديت بي حرام وتاي عن لبسي حلشده ده مركا للنهيي او رقا لغا نهيو لغا ريابي دو مركا لغا مريبيني في الصحيحين وغيرهما احاديث الصحيحين كي غير كود لغا نهيي بل ورد فيهما النهي الصريح عن الجلوس عليه وهذا السؤال ريبا يشيخ يري خيبست اللي اسكر ريبا ايو
فضيق لغو فريسانيو فلا تغترها كوكت سوء بمن أباحه عدة بنيسي ومن الكبار يعني مشايخ واوين يعني كم ذا هاتي هكوكت سوء بول مركا شيخ وعكد ليشان اياه لبسة وعكد السنة مسألة اللغة هان حديث كما لدليشان اياه مثل ما دليشان اياه لكن علماء واسكو خلافان السيدة الصحيح وحي تاي انا حديث مركا اللغة اللو دليشان اياه حتى حديث كان وحو الشيخي فرق الشيء قال لقو فريستاين ايتاي حرش الله حدي او لبسي بقال لقو اطلاقه مره هده سيدا استاهي حريرتي رقو اينا كو فريستان وما بنانا ما دام اللود دي دي اينا حدان اينا كو فريستان وما بنانا وهي فرق كو فريستان ونوع لبسي سيدا حديث كان بشيقيو ساساوه ده قول كورانا ايا يعني حرش اللود دي دي dayna ku faristaan looma diidin marka rag way iska faristan karaan xariirto mariya xariirta way iska jaalisi karaan oo ku faristan karaan wa qawl dha'if wi wa qawl dha'if wi marka muhiim asal waxa ay ahayd arlada in lagu sujuudo laakiin wax kasto arlada kor saaran ama la dul dhigo waa lagu sujuudi kara wax dhibaatiina kuma sugna wax dhibaatiina kuma sugna haday salitaay haday marka waxa way maratahay هذا السجاية هاي هذا الروك هاي يعني شيء كسته أرلا ذكر صار إنه والجو سجود كراه طاهرة يعني مباحنا وح ممنوع ماءها شيخنا أدي لا سيوسد الشري والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب